نشوفوا فضايحكم يا جماعة بالنسبة للجمعة هذية. الفضيحة الأولانية، شكون مشى يغني في عرس العغالط في البلاصة؟ شوفوا مكتوبين ديجا في الإكرون ورايا. توا الفضيحة الثانية، شكون فيكم يلزم يرقد وحده على خاطر شخير وقوي؟ شكون فيكم فقد الذاكرة في تورناج؟ شكون مرة سجلوا له مكالمة هاتفية يقول فيها في كلام ما يلزموش يقولوا ويطلب فيها في رشوة؟ شكون كلا كاسكروت عيار يا أخي رصات له في الكلينيك؟ شكون من الخوف في ليميسيون كرش ودارت ولا فايدة في ذكر التفاصيل؟ شكون كيف يحبوا ينقصوله في الكاشي كالمولو أمه؟ نبدأ من الأولانية، شكون فيكم مشى يغني في عرس طلع غلط في بلاصة؟ تكتبوا الأسامي، شكون تتصوروه مولا العملة هذية؟ غني مشى يغني في عرس طلع غلط في البلاصة. مشى يغني في عرس طلع غلط في البلاصة، شكون تتصوروه صارت له؟ ارفعوا الألواح. شمس 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 عزيزة شمس. كلهم قالوا أنت شمس. أنا صارت لي برشا مرات محلها. وعلاش أنت قلت عزيزة؟ عزيزة خفيفة. سمعتها مرة عندها برشا حكيت تحكي فيها في التلفزة، سمعتها قالت مشيت غنيت في عرس وغنيت وقلت لهم خلصوني. صحيح ولا لا؟ الحكاية صحيحة دوك مدام عزيزة، تحكي لنا عليها تمشي. هاي عزوزة احكي لنا عليها. صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ شو صارت مدام عزيزة احكي لنا عليها؟ أبي الكار فما فيها ثلاثة صالات، الصالة بتاع الشاليه اللوطة والصالة بتاع بتي ديجني والصالة بتاع ريسبسيون، ثلاثة صالات معناتها ثلاثة فروحات في ليلة. أنا غلطت مشيت غنيت في فرح غالط، بعد كي جيت ناخذ فلوس قال شكون عيط لك؟ معناتها سالي تجويني، سالي تجويني ومن بعد مشيت غنيت سألت على الفرح اللي مش نخدم فيه ومشيت غنيت. أمو أمو على خلد أحسبها أخويا فرحوا بيكم. إي لا لا قلت لهم قلت لهم العروس هذا يا ربي زين سعادة وربي معناتها هذا كادو من عندي أنا، تنجم تقول يا ربي ربي لسني يا ربي باش نعمل لها كادو. يا لله ربي يبارك لك يا أمي عزيزة.